للحديث مشاهدينا عن واقع التعليم في العراق وترسيخ الوجود الإيراني عبر المدارس والمراكز الثقافية، معنا من لندن محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكم أستاذ محمد. إلى أي مدى ترى أن المناهج الدراسية الحالية في العراق تكرس الهوية الوطنية العراقية؟ وماذا عن إقرار بعض المسؤولين بأن المناهج العراقية تكاد تصبح إيرانية؟ تحياتي لك دكتور أستاذ نصير ولكل مشاهديكم الكرام. بالنسبة لسؤالكم حول المناهج التربوية، هذه المناهج التي جرت بعد عام 2007 هي مناهج لا تمت للمواطنة بأي صلة. حسب دستورهم الذي هم أقروه هو دستور للمحاصصة الطائفية والمكونات، ولذلك نذكر بأن العراق هو بلد الحضارات الأولى، وهو من أول من علم البشرية القراءة والكتابة من خلال ملحمة جلجامش الثقافية والجنائن المعلقة في الهندسة وقوانين حمورابي في القانون ومكتبة آشور في نيبال التي تضمنت كتب تاريخية. نجد أن هذه الحضارة هي حضارة خط سومر المسماري، خط المسماري في الحضارة السومرية والخط المسماري، كل هذه هي قبل 7000 سنة من تاريخ العراق، والآن جاء الإيرانيين من أجل تخريب هذه للأسف. نعم، لكن لماذا تلجأ وزارة التربية في العراق لطباعة المناهج في إيران، ويتعدى ذلك أيضا لفتح بعض المدارس الإيرانية الخاصة، وهذا يحدث في بعض المناطق في العراق طبعا وفق القواعد الإيرانية الخاصة؟ طبعا المناهج هم يريدون أن هذه المناهج تكون مشابهة لمناهجهم في إيران من أجل أن يصوروا حقيقة أنهم هم جاءوا بهذه المناهج من أجل إشاعة الطائفية في العراق، وخاصة الأمور التي تخص الشيعة أولا. وبذلك نجد أن خضير خزاعي هو أول من وضع هذه الأسس، وهو معروف من حزب الدعوة، ولذلك طباعة هذه الكتب وتوجيه هذه هي رغبة إيرانية جامحة جاءت بعد الاحتلال، وسمحوا حتى الأمريكان لهم بالتدخل بالشأن العراقي من أجل تدبير المجتمع العراقي وأن يبقى هذا المجتمع بدون أي ثقافة وعلم وجهل مطبق في التوجهات الدينية أكثر مما هي توجهات علمية وثقافية تمتع بها المواطن قبل الاحتلال، قبل 2003 الذي جاء به الأمريكان وهيئوا الأجواء لإيران أن تهيمن وتسيطر على القرار العراقي متخذة من الذين جاءوا معهم في الحكومة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى آخره. هذه الحكومات كلها كانت هي ذيول لإيران، وبذلك نجد أنه من الضروري أن يكون هناك موقف آخر للعراقيين في أن يكونوا منتبهين لهذه القضية الأساسية التي تلعب دورا في تخريب المنهج التربوي العراقي علميا وكذلك تربويا. كل هذه الأمور تصب في منهجية واحدة للإيرانيين وتخريب المجتمع العراقي على أن يسير وفق إرادة الإيرانيين. ولذلك نجد أن السفارة الإيرانية في بغداد هي المهيمنة على طبع المناهج، علما بأن المناهج العراقية كانت تطبع في بغداد وكلنا نعرف ذلك، وكان هناك أساتذة قديرين
وجديرين وكوادر علمية. للأسف أنه هؤلاء أصبحوا بالماضي، والآن يأتون برجال دين هم مهيمنين على هذه المناهج وعلى سلطة المدرسة التربوية العراقية. كان التعليم في العراق في طليعة التعليم في الشرق الأوسط للأسف، ولكن هل ترى بالفعل أستاذ محمد أن السلطات في العراق يعني لا تملك أي دور رقابي على هذه المدارس الإيرانية الخاصة داخل العراق؟ أليس من المفترض أن تمارس ذلك الدور في ظل الحديث طبعا عن تولي حتى أساتذة ينتسبون إلى الحرس الثوري أو فيل القدس يدرسون في هذه المدارس الإيرانية الخاصة داخل العراق، وأنها كما تفضلتم أيضا ترتبط مباشرة بالسفارة الإيرانية؟ بالتأكيد أن هم المهيمنين على هذه الحكومة، أنه من خلال هذه الحكومة يريدون تنفيذ برامجهم المطروحة من قبل الإيرانيين للعراق. إيران هي اللي تقرر حسب رأيها في مجالات الثقافة والاقتصاد، وتريد أن تدير العراق كما هي تريد وترغب من أجل مصالحها الشخصية ومن أجل أن يبقى التوجه الإيراني هو السائد في طبيعة العلم. حتى أننا نعرف جيدا أن كانت الشهادة العراقية في الخارج من الشهادات المحترمة، ولكنها أصبحت الآن حتى لا تقع في مستوى مطلوب، وإنما بالعكس هناك تعليمات من اليونسكو أنه الشهادة العراقية غير معترف بها حاليا. هذا كله وأسبابه هو التوجهات العقلية المهيمنة على القرار العراقي بالاتفاق مع الإيرانيين من أجل دفع العراق للتخلف وليس للتقدم، وإعادة بناء مجتمع طبيعي يقوم على أساس أن العراق يأخذ المركز الطبيعي في قضايا الطب والتعليم والتربية وغيرها من الأمور التي هي مهمة جدا، ويجب أن تكون هذه من أولويات الناس الطيبين الأخيار المناضلين من أجل أن يأخذوا بنظر الاعتبار الاحتجاج على هذه الهيمنة الإيرانية في التعليم العراقي. يعني ما مسؤولية الحكومة أيضا أستاذ محمد عن هذا التمدد الإيراني ثقافيا علميا اقتصاديا وحتى عسكريا في العراق؟ هل يمكن الاستمرار بإدارة مؤسسات الدولة بهذا الشكل؟ ثم المسؤولية يجب أن تكون هناك مسؤولية، لأنه السيادة مخترقة عندنا في العراق، لا توجد سيادة للوطن، وإنما هيمنة الميليشيات وهيمنة الأحزاب القائمة حاليا في العراق هي المسيطرة. لكن للأسف أنه الحكومة لم تتخذ أي إجراءات بهذا الصدد، ولذلك أصبح المجال مفتوح وقائم على قدم وساق في هذه الحالة التي هي حالة غريبة عن المجتمع العراقي، وإنما خلال فترة الاحتلال للأسف كرست هذه الحالة. والحكومة العراقية قابلة ومتفقة في هذا النهج، لأنه هي جزء لا يتجزأ من هذه العملية التي هي حالياً تقوم في عراقنا. نعم، إذن دكتور محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي من لندن، شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد.